أما القسم الثاني الفريضة الثانية فهي الحياة للدين. الفريضة الأولى الحياة بالدين، والفريضة الثانية الحياة للدين. أنت أخذت منهج الله وطبقته بنفسك وأتيت بواجبات الله واتقيت مناهيه، يكفيك ذلك لتسلم بين يدي الله؟ ما هي التركة؟ التركة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت كذا أول شيء يعني يقع عليه بصرك وبصيرتك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حياة للدين. باختصار كذا لخصها في كلمتين، حياة رسول الله حياة للدين، بس كل السيرة مجملها ومختصرها أنها أنفاس لخدمة دين رب الناس، كذا مختصر حياة دين الله. وإلا أنت ما تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 10 سنوات على قوله أو 13 سنة في مكة المكرمة، يعاني من البلاء والعناء والمضايقات ما يعانيه من فراعنة مكة، ثم يخرج بعد ذلك إلى متنفس المدينة. هي المدينة نفسها تبعث على الراحة كذا بطبيعة خلقتها، ومكة ضيقة كذا بشكل هكذا، أول ما تهبط في الوديان وجبالها فيضيق صدرك، وتجي المدينة إلى سيحها الأفيح وهواؤها الصحصح ورملها الأصبح وجبلها الصلدح، فترتاح نفسك وتتهلل أساريرك وتتفتح نساماتك ترتاح. فكيف لما يتمازج مع هذا الحال ذا طيبة نفوس أهلها وأخلاقهم العالية الكاملة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقي راحة في المدينة، فهل استراح؟ قال يا أبو بكر خلاص الحمد لله رب العالمين ودرناها لك مكة وارتاحينا، سوي لك بويت هنا مزرعة، وأنت عمر سوي لك مزرعة كذا، وأنت يا عثمان ويا علي ارتاحوا بس خلاص الحمد لله ودرنا الكفار ودرنا التعب اللي هناك، وريحوا طيحوا واستريحوا. أفعل ذلك رسول الله؟ وكان المقدور أن يفعل. كان الشرك ضعيفا ودليل ضعفه نفاقه. كان الشرك في المدينة ضعيف ودليل ضعفه أنه آوى إلى نفق النفاق، لأنه ضعيف لا ينافق إلا الضعيف. فالإسلام كان ظاهرا شاهرا قويا في المدينة، كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحوطونه ويحرسونه، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما خاض الحتوف وركب الثلج وخاض اللجج وبذل المهج لما هاجر، سل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أوخى من الدهن من الوهم. كانت الفصول الكبار من الدعوة كانت بعد المدينة بعد الهجرة، البذل شرع الجهاد وسفك الدماء وتوزيع الأشلاء بعد الهجرة، وإلى أن غادرت أنفاسه نفسه صلى الله عليه وسلم كان يبذل روحه ودمه ونبضاته ولفظاته ولحظات لله سبحانه وتعالى. الحياة للدين، الحياة ما قيمة الحياة إذا الواحد مطوع نفسه ومن بيت المسجد العمل بيت المسجد العمل بيت المسجد ثلاث برمودة ما عنده شغلة ثانية؟ هذا الدين، هذا أنت كذا عشت بالدين. وأين الشطر الآخر؟ وين الشطر الثاني؟ الحياة للدين التي جسدها رسول الله. أبو بكر وعمر أطوع منه ومنك، مطاوعة كانت كبار أبو بكر وعمر، ومع ذلك ما أغناهم، أغنتهم مثل الطواع شيء. قال نخر واللي آمن ولم يهاجر من طاوعة الذين آمنوا ثم لم يهاجروا فما لكم أكمل من ولايتهم من شيء. وهل طاوعة صحابة غير صحابة صحابة، ليش ما يتولوهم؟ لأنهم فرطوا في الشطر الأول أحياء الدين بالدين، لا يتولون لأنهم فرطوا في الشطر الثاني الحياة للدين، ولذلك لا يتولونه. فأنت إنك تستقيم بنفسك لنفسك هذا جانب، لكنك إن أهدرت الشطر الثاني
والقرآن الكريم صريح واضح في ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض يسووا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه حياة للدين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه حياة للدين بالدين وللدين، هذه الحياة. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت. الوحي وحده هو الذي ينظم سيرها. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار شهما وهاديا، صلى الله عليه وسلم. من حياة أنا إن سألت الكون عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فليعلم الفجار أني ها هنا لن أنحني لن أنزل لن أركب. أنا مسلم هل تعرفون المسلم، أنا نور هذا الكون إن هو أظلما، أنا في الخليقة ري من يشق الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل حما. أنا كوكب يهدي وقرآن يرى، أنا في الخليقة ري من يشق الظما. هذا هو المسلم. انظر حياة الأسلاف رضي الله تعالى عنه، حياتهم على هذا المسار، حياتهم على هذا المنهج. يعني أبو حمد الشاري لما خارج من عمان، عمان بخير وعافية، يزور أبو حمد 36 31، كان بخير وعافية عمان. ما الذي يخرجه من هنا في شباب يعني في مستقبله في مستهل أعمارهم لمقارعة دولة؟ شباب ما دولة، هم ما كانوا دولة، هم مجموعة من الشباب خرجوا لمقارعة دولة كبيرة اسمها دولة بني أمية، فيها عدة وعتاد وأجناد، ونصرهم الله. ما الذي أخرجهم؟ أن الحياة لا بد أن تكون للدين. جندوا كل الطاقات، طاقاتهم كلها جندوها لله، جندوها لله. واحد سلام بن سعد رحمة الله عليه من ليبيا أو اليمن إلى البصرة، من البصرة إلى اليمن إلى ليبيا، ويخرج حملة العلم يتدفقون إلى سرداب أبي عبيدة. وأبو عبيدة من رجل ضرير فقير ما عنده أنصار، وفي سرداب تحت الأرض يجند أجناد الله، يربيهم على دين الله الذي شوهه، الذين شوهوه ورفضوا علوه وسموه. وهذا أبى إلا أن يرث التركة الأولى التي سلمه إياها جابر، ثم هو سلمها أحفاده، ومن سردابه خرج حملة العلم إلى المشرق والمغرب يحملون التركة الأولى. ما الذي أزعج هؤلاء عن مضاجعهم؟ هذا أبو إسحاق إبراهيم بن قيس ليش ما جلس 15 سنة خارج عن أهله ودياره وطلبه، ويقول علق الفؤاد بأن أكون أنا الذي نشر الهدى بقواطم ورماح، علق الفؤاد بأن أحاسب في غد ومن الدماء تفجر من جراحي، فعلى السيوف يموت كل مكرم وعلى السيوف قيام كل نجاح. ويقول إذا بالعتيمات اعتلى الوهن فرشها، نأت بي وجود أو علت بي بسابس كذا همتي، أو يحضر الموت همتي بحيث الثريا. إذا يبان الموت هرجين يجين عند نجم الثريا، يقول الشيخ أبو إسحاق لن يجدني هنا، أحلق مع الجوزاء في علو وهمة وسموخ كذا همتي، أو يحضر الموت همتي بحيث الثريا لا تزال تقالص. لقد علم الشيخ الذي أنا نجله بأني لسلبان العزيمة لابس. وهكذا جد الذين جدوا من قبل في هذا المسار وفي هذا، أبعد ابن وهب في الوفاء وبالتقى، ومن خاض في تلك الحروب المهالكة ألذ حياة أو أرد سلامة، وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا، فيا رب سلم نيتي وبصيرتي وهب التقى حتى ألاقي أولئك. على هذا المساق أسلافنا ساروا. فقهوا معنى الحياة بالدين وللدين. الشيخ القرشي يقول طورا الشيخ أبو زيد
يقول طورا شيخ القيش، نعم يقول طورا بإنسكي وفي نزوى أكون بها طورا، وفي طورا من الأيام في طورا بإنسكي وفي عبري أكون بها طورا، وطورا من الأيام في أدمي أرجو من الله توفيقا لنشر هدى وطي جور، وهذا غاية الهمم. المحقق الخليل بعد ذلك يقول وليتي كل ما يرضي الإله على أتم وجه وفي العهد والذمم، أن أملأ الأرض عدلا واللسان ثنا والقلب شكرا لذي الآلاء والنعم، مستعملا كل عضو كل آنية لكل آنية لأجل ما من أجله أخرجت من عدمي. هذا نهج أسلافنا رضي الله عنه، هذا هو المنهج. الشيخ السامي في لحظة في أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه جاءنا الإمام سالم بن راشد الخروصي، وكان إماما من ذاك، فلما أفاق الإمام السالم وعلم أن الإمام سالم بن راشد عند رأسه قال إيش جاي تسوي هنا؟ قال جاي أزورك الإمام الشيخ. قال جاي عند السالم وتارك مصالح المسلمين، قم فلا حاجة لبقائك معي، ثب إلى حاجات المسلمين. ويقول بعدهم إن شاء الله تغنموا غنائم الهند، يقول تغنموا غنائم الهند كذا الهمة وكذا الحياة الحقة. وهذه هي التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فحول الرجال وكبر الكبر من أمته، إيش الواحد منهم لا يهدأ، ودين الله يمزق كالثوب الخلق وهو يضحك ويفرح ويمرح ويعيش الحياة كما شاء، كلا بل يعيش يحمل هما تتقد هما من اجل اعلاء دين الله، او يفنى وينهب بعد ذلك مع الباقي من الاوائل الكبار. فاما حياه منظم الوحي سيرها، والا فموت لا يسر الاعمال. يعيش يعني مع الدين وبالدين وللدين، يحيا هذه الحياه. احنا مشكلتنا واجب اشتغلنا بالدنيا، واجب اشتغلنا إلا عند بيت سوال بيتين، ولا عند حرم سوال حرمتين، ولا عند حياة يعني تعبان، ما مشى هم وهم لأجل دين الله سبحانه وتعالى. وتلقى الواحدين أين موقعه؟ أين موقعه من الدعوة والنصح والإصلاح والإرشاد؟ لا شيء أبدا، ما شيء. خامل راكب إيه برنامج إيه برنامج الصبح في الشغل لين ساعة ثنتين، وبعدين في البيت مع الأولاد لين ساعة العصير الماسي، وبعدين في العزبة مع الأولاد تمشي شوية، إيش تسوي؟ يشرب شاي وشوية لين متى؟ لين المغرب، وبعدين نرجع البيت، إيش تسوي؟ نتعشى، وبعد ياسين نزوره وكذا، وبعدين نرقد، وبعدين هي نفس الدورة دي، وشيء غير أبدا. حياة مريضة دي ولا صحيحة دي؟ ذي حياة صحيحة ولا مريضة؟ مريضة. الحياة مع الله، الحياة بحق مع الله سبحانه وتعالى.